اسلم، انا فكرتك بتقصد التلميذ يوحنا. ايه انا فكرتك فكرتك ايه؟ بتقصد التلميذ، التلميذ يوحنا، التلميذ يوحنا، انجيل يوحنا. يوحنا ابن، فكرتك، يوحنا ابن خالة، يوحنا ابن خالة يسوع. لا انا فكرتك بتقصد انه يوحنا ده اللي اعطى انجيل يوحنا التلميذ. لا 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 لا، نرجع تاني ونقول الو بقى. قلت لك شدة البغض اللي فيه، ولا يبغض أباه وأمه وامرأته. شوف أنا أمام الناس كلها، الحكم للمستمع في إجابتك على يبغض دي مش مشكلة عندي. افتح إنجيل لوقا إصحاح 12. طبعا الحمد لله إحنا خلصنا الشتاء، إحنا خلصنا الشتاء، ما بقيناش في الشتاء بقى، عشان ما تجيش تقول لي كان بيدفينا. إنجيل لوقا إصحاح 12 عدد 49، شوف الرب عندكم جايب إيه. ناش بيقول لك 49. بيقول لك جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟ طب احنا خلاص عدينا الشتاء، ربكم جاي يلقي نار على الأرض ليه؟ ها 48 9 جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟ ولي صبغة أصبغها وكيف أنحصر حتى تكمل؟ أتظن أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ هي نفسها اللي حكينا فيها. مش موضوعي دلوقتي، انا عارف 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 عارف. اظن اني جئت لألقي سلاما على الارض، ده موضوع تاني، بس جئت لألقي نارا. ايه النار اللي جاي يرميها ربكم على الارض؟ ايه طيب حصل ايه بالتلاميذ؟ مش حرقوهم؟ مش عذبوهم؟ يعني هو السبب اصلا. حصل ايه بالمسيحيين وقت الرسول بولس اللي كان هو يضطهدهم قبل ما يظهر عليه السيد المسيح؟ مش كان بيقتل كل المسيحيين ويقطع الرؤوس ويحرق العائلات ويحرق الأطفال ويحرق ويحرق ويعمل؟ طب ما دي حصل. يعني الرب عندكم هو اللي امر، اللي امر ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني تقصد ان الرب عندكم امر جاء بالنار، هو اللي جاب هذه النار، صح كده؟ هو هذا اللي راح العذاب اللي راح يتلقوه المسيحيين. هو اللي القى عليهم يسوع، ما هو اللي قال جئت لألقي نارا، هو اللي جاي يلقي طيب هذا النار. اللي راح هو يتنبأ هذا اللي راح يصير. يعني لكن مش هو اللي جاي يلقي النار. هو اللي يلقي، ما هو بسببه راح يصير هذا النار، بسببه هو. يعني هو جاي يلقي نار عشان بسببه، تنبؤ، صح كده؟ لا هو صاحب هذه النار، هو اللي جاء بها إلينا. جه يرمي على الأرض نار، صح كده؟ لأن كل واحد هذاك الوقت راح يتبعه، راح يتقتل، راح يتقطع راسه، راح يحرقوا أولاده، راح يعذبوه. بص كده بقى يا ياسر، احنا هنقعد مع بعض بقى حتة حتة كده. يسوع بيقول ما جئت، خد بس بالك من أول من النصوص اللي هقولها دي وركز فيها. يسوع بيقول ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. عارف النص ده؟ عارف طيب النص ده؟ ماشي، ده النص بتاع وصايا موسى، ما جئت لأنقض الناموس يعني وصايا موسى، صح كده؟ والعهد القديم يعني، صح كده؟ صح. طيب في نص تاني بيقول في بولس كل الكتاب موحى به من الله وصالح للتعليم. قرأت في التفسير ان النص ده يقصد به العهد القديم، صح كده؟ صح. صح. يبقى كل العهد القديم، ركز معايا شويه، انا عايزك تركز معايا وتسيب اللي في ايدك وتسيب اللي في رجلك كمان. صح صح معايا. يبقى كل الكتاب يعني العهد القديم موحى به من الله. بطل سبرسه، بطل سب... ما تسبرسش، ما تسجرش، خليك معايا هنا مش تكلم. السجاير. معك. يعني كل العهد القديم موحى به من الله وصالح للتعليم، صح كده؟ وكلام الرب في العهد القديم ده كلام الرب فعلا، صح كده؟ طبعا ولا العهد القديم مش صح. كلام الله؟ بلى لكن كلام الله؟ طيب
اتفقنا مع بعض كده ان بكلام يسوع العهد القديم كلام الله، وبكلام بولس العهد القديم كلام الله، وبكلام الكتاب العهد القديم كلام الله، وباعتراف ياسر المسيحي ان العهد القديم كلام الله 100%، صح كده؟ طيب نشوف امر ربكم في العهد القديم في سفر حزقيال اصحاح 9:6 بقتل النساء والاطفال وشق، ولا لسه شق بطول الحول بعدين. افتح لي سفر حزقيال اصحاح 9:6 اتفضل. بيقول ايه؟ بيقول لك الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. اين المحبه في أصحاح. اله يامر بقتل النساء والاطفال للهلاك؟ تفضل. اصحاح 9 اصحاح 9 ده اللي كانوا اللي البرابره، انت عارف البرابره دول كانوا يعملوا بايه؟ عدد 6. خلي انا ايه سؤالي يا ياسر؟ ايه سؤالي؟ انا ايه سؤالي؟ قول لي الناس سؤالي. ياسر يا ياسر، وعمل كده ليه؟ يا ياسر مركز معايا، ايه سؤالي؟ انا بقرا بشوف ليش. ايوه ماشي اقرا، بس ايه سؤال انت هتقرا؟ بس انت هترد بقى على سؤال بعد ما تقرا. ايه سؤالي؟ قول للناس سؤالي ايه. ازاي ربنا بيؤمر بقتل الاطفال وكذا وكذا؟ ايوه ركز بقى كده وجاوب على السؤال. برافو عليا بقى، برافو علي. عليك. ايوه حط بس الشيشه اللي بتشربها دي على جنب كده في مسمع عشان تركز في الاجابه. يعني كل واحد من الملك بيده، واذ بست رجال مقبلين من طرف الوضع اليهودية، ومجد اله اسرائيل صادم من كوكب عليه البدو، فدعا الرجل اللابس الكتان الذي داء داود والكتاب في جانبه، وقال له الرب اعبر في وسط المدينه وسط اورشليم، وسمتنا على جبال الرجال الذين يئنون وينهدون على كل الرجسات المصنوعه في وسطها، وقال لأولئك في سمع عبر في المدينة ولا أضربوا، لا تشفقوا أعينكم ولا تعفوا، الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا الهلاك، ولا تقربوا من إنسان عليه السم، وابتدأوا بمقدسته، وابتدأ الرجال والشيوخ الذين أمون البيت وقال لهم في البيت بيأمرهم بل كانوا بيصنعوا آلهة. شو يعني يا فندم؟ في العهد القديم بيأمرهم، في العهد القديم آلهة. يوجد هذه الأشياء. أنا إيه سؤالي يا ياسر؟ إزاي بيقتلوا النساء وكذا وكذا؟ لا والأطفال. الأطفال بيصنعوا آلهة يا ياسر. علي أنا ما تركز، ركز وغير الإجابة بقى، بدل الإجابة. دي حرب. كيف؟ الحرب ممكن يوقع فيها أي شيء، لو البيت ده في مسلحين مش هيخرجوا ازاي؟ طبعا ههدم البيت باللي فيه، هعمل ايه؟ بالاطفال. طيب اكيد يعني الرب عندكم هو الامر بقتل النساء والاطفال يا ياسر؟ طبعا، وامرني انه اذبحك انت كمان. شفتوا؟ برافو عليه. والله العظيم انا قلت لكم الراجل ياسر ده كلامه ما بيدريش. برافو يا ياسر. أما إزاي تقول إلهك إله محبة يا ياسر؟ يا رجل العهد القديم ليس فيه نعمة، ليس فيه نعمة الرب السيد المسيح. لما أجى السيد المسيح عطى نعمة، عطانا نعمة أنه عهد جديد. هيدا عهد قديم. أنا هستل منك كده اعتراف. استل أنت بتقول لي إيه؟ وأمرني أذبحك كمان. ما هذا يكون كده إله ظالم؟ فين العدل؟ ما بدل ما يقول لي أذبحك ما كان أمرك تدعوني في العهد القديم، القديم كان يسمح أن يقتل الكافر. لما أجى السيد المسيح غير النظام ده. حنجيها، المسيح غير النظام، حنجيها حالا، بس الأول خلينا نرجع في اللي احنا فيه.
يعني انتوا ربكم هو الامر بقتل النساء والاطفال، صح كده؟ صح. سؤال ليك، ما ذنب الاطفال حتى يقتلوا من امر ربكم؟ لانه مثلا الجبابره دول كانوا عاملين سياج ما بتقدر توصلهم، لازم من بعيد تقذف النيران وتقتل، فهو حيوجع حيوقع كل شيء. انت سمعت السؤال بتاعي؟ خليك معايا هنا بس، سيب اللي في ايدك ده دقايق، لو حابب تنزل يا سيدي، انزلك ما فيش مشكلة. لو انت جالس ببيتك وعندك 5 اطفال وانت عندك ايوه. سلاح ومش قادر اوصل لك، حوصل لك ازاي؟ حيهدم البيت اللي فيك وحيموتوا اطفالك.